تسببت أزمة فيروس كورونا بكوارث اقتصادية كبرى للكثير من الشركات، خاصة تلك العاملة في قطاع الخدمات والطيران والتسوق، وأيضا حتى قطاع التعليم الخاص لم ينجو من كارثة كورونا التي تسببت بإغلاق مشاريع عملاقة وانهيارها. لكن كما قيل أو كما قال المتنبي، مصائب قوم عند قوم فوائده. فمنذ بداية الأزمة ونحن نقرأ ونسمع عن أشخاص صنعوا ثروتهم في ظل الأزمة، فتحولت أنظار العالم إليهم كالناجين الوحيدين من كل هذا. آخر هؤلاء هو الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، الذي قفزت ثروته خلال أشهر 30 مليار دولار، ليصبح بذلك بحسب خبراء اقتصاديين ثالث أغنى رجل في العالم، بعد أن أصبحت ثروته 87 مليار دولار. لكن من سبق زوكربيرغ في التصنيف؟ الجواب كان عند مجلة بزنس إنسايدر، التي قالت إن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون احتفظ بالمركز الأول ب 147 مليار دولار فقط، فيما حل بيل غيتس ثانيا بثروة تبلغ 108 مليارات دولار. كان هناك الكثير من التعليقات حول هذه الثروة والحديث عن مارك زوكربيرغ وثروته، فنبدأ من تعليق نبيل الذي قال: بصراحة لم أفهم ليه ثروته زادت، مفهوم شركات النقل تزيد ومفهوم شركات الأدوية تزيد، بس إيه اللي يخلي موقع إلكتروني يزيد؟ وتعليق آخر قالت فيه ربا: المفروض أنه كل الشركات تعاني من أزمة مالية، طب إذا كل الشركات تعاني من أزمة مين معه فلوس يحطها بإعلانات على فيسبوك؟ وأيضا معاز الذي كان له تعليق حول هذا الموضوع: شركة فيسبوك قادرة على التكيف مع كل ما هو طارئ وجديد، وبالتأكيد استطاعت بحكمتها هذه أن تصنع لها حيزا خاصة في الأزمات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي صادق الركابي. أهلا بك سيد صادق عبر شاشة سكاي نيوز عربية. إذا يعني كان هناك تعليقات سوف أبدأ بها، يعني كيف في خضم هذه الأزمة كيف يمكن لموقع ولشركة عظمى كفيسبوك أن تزيد ثروة صاحبها ب 30 مليار دولار؟ يعني نحن لم نتحدث عن ملايين، نحن نتحدث عن مليارات، وهو رقم كبير جدا خلال أشهر يعني من بدء أزمة كورونا. نعم، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير. بالفعل هو سؤال مطروح، لكن يجب أن نرى كيف استفادت فيسبوك من هذه الأزمة. فيسبوك وزوم وكل مواقع التواصل الاجتماعي استفادت من حالة الحظر، وبالتالي ارتفع الطلب كثيرا على استخدام هذه المنصات، حيث تخطط فيسبوك إلى زيادة أعداد المهندسين المشرفين على منصتها بحوالي 10,000 موظف أكثر من العام الماضي، وبالتالي هذا يعطينا يعني انطباع حول حجم الطلب الذي زاد على استخدام هذا الموقع. أيضا بالإضافة إلى أن شركات المعلنة توجهت إلى تلك المنصات مقابل أن تتوجه إلى الهاي ستريت، إلى الشارع أو إلى المواقع المعروفة لإعلاناتها، وبالتالي أيضا زادت أرباح الفيسبوك. ولا ننسى أيضا أن الشركات أيضا تستخدم هذه المنصات في اجتماعاتها والتواصل مع موظفيها، وبالتالي حجم السوق لهذه المنصات سواء كان فيسبوك أو زوم بدأ يتوسع وينتشر، وبالتالي حقق هذا الربح يعني الذي رأيناه ارتفاع يصل إلى أكثر من 15% في ثروته. طب عندما سئل مارك زوكربيرغ عن هذا المجموع، يعني مجموع ثروته التي زادت، في إحدى المقابلات أجاب أنه بقاء الناس في منازلهم جعل الموظفين أكثر مردودا، أكثر إنتاجية، وبالتالي زادت الثروة. يعني أيضا هناك جوانب أغفلها زوكربيرغ يجب أن تنويه لها أيضا، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بخفض ضرائب كثيرة على كبرى الشركات لتشجيع تلك الشركات على إبقاء موظفيها، وبالتالي زيادة عدد الموظفين في يعني العاملين لديها. الخفض الضريبي يساعد كثيرا هذه الشركات على تجنب الخسائر ويساعدها على توظيف المزيد من الأشخاص. وأيضا هناك عامل مشترك بالنسبة لكل الأثرياء في العالم،
وهو أنهم يلجؤون دائما إلى التهرب الضريبي، ولا نريد أن نتهم هذه الشركة بهذا الأمر، ولكن بشكل عام أثرياء العالم يجدون طرق كثيرة لتجنب الضرائب وبالتالي الاحتيال على هذه الأمور القانونية، وبالتالي تزداد ثرواتهم، خاصة وأنهم لديهم جيوش من شركات المحاماة الكبرى التي تمكنهم من هذا الأمر. وكما أضاف السيد زوكربيرغ، الطلب الكبير ساهم بشكل كثير في يعني ارتفاع هذه الأرباح والمردودات العالية للشركة. طيب، ذكر تقرير حديث صادر عن CNBC أن سعر سهم فيسبوك وصل أيضا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحوالي $230 بعد أن أطلقت الشركة ميزة التسوق عبر الإنترنت الخاصة بها والتي أسمتها شوبس. كما كانت شركة فيسبوك مشغولة خلال الشهرين الماضيين، يعني حيث واصلت هذه الشركة طرح الميزات لمساعدة الناس في منازلهم في هذه الظروف الحالية. برأيك هل ساهمت يعني هذه الخدمات، يعني غرف ماسنجر التي نافست تطبيق زوم، أيضا سعر السهم الذي ارتفع إلى $230؟ هذا صحيح، يعني عندما يرى المستثمرون بأن القطاعات الاقتصادية الأخرى متضررة، بالتأكيد سوف يذهبون إلى القطاعات التي يزداد عليها الطلب. يعني أنا كمستثمر سوف أتجه إلى شركات التكنولوجيا، إلى شركات التوصيل والدليفري، لأنها يزداد عليها الطلب وبالتالي أرباحها تزداد، أو شركات الأدوية وصناعة الكمامات. هذا حصل مع فيسبوك. لا ننسى أيضا أن فيسبوك تطور دائما منصتها، تجعلها متناسبة مع الطلب، وبالتالي عملية إدخال المتاجر الإلكترونية إلى فيسبوك في هذه الأوقات الحرجة التي يحجم الناس فيها أو يخافون من الخروج أو يتم عملية الحظر، هذا ساعد كثيرا في ارتفاع أرباحها. وأيضا تقوم فيسبوك بالتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لعملية تبادل عرض المنصات، وبالتالي هذا يساهم أيضا في انتشارها. كل هذه العوامل المشتركة ومجتمعة بالتأكيد سوف تجعل من أرباح هذه الشركة كبيرة، ترفع من ثقة المستثمرين في أسهمها، وبالتالي تعود بمردودات عالية على المساهمين فيها. طب في هذه النقطة تحديدا، لفتت يعني المجلة الاقتصادية بزنس انسايدر إلى أنه على الرغم من الضربة التي وجهها الوباء للاقتصاد العالمي، فإن فيسبوك أعلنت عن أرقام أفضل من المتوقع، سواء بالنسبة للإيرادات والمستخدمين أو الأرباح حتى في الربع الأول من العام الجاري. برأيك هل هناك شفافية من قبل شركة فيسبوك يعني ومن قبل مارك زوكربيرغ تحديدا بالنسبة إلى ثروته؟ يعني هل يعود هذا الموضوع إلى الأرباح التي جناها في الربع الأول من السنة؟ يعني كما ذكرت لكم، الكثير من أثرياء العالم في عامل الشفافية لا يمكن أن نقول بأنهم يعني 100%، وأيضا الدول تتجنب أن تخوض معهم في صراع لأنها تدرك أنهم يمتلكون الاقتصاد. يعني عندما تقوم الدول بعمليات الخفض الضريبي على تلك الشركات، هي تعرف أن هذه الشركات لها القدرة أولا على الضغط ولها القدرة على التوظيف، وبالتالي تعود بعائدات اقتصادية جيدة لاقتصاداتها. لذلك عملية الشفافية بالنسبة للأثرياء لا نضمنها، خاصة مع وجود الجنات الضريبية التي تذهب إليها بشكل ملتف على الضريبة أرباح وإيرادات هؤلاء الأثرياء، وأنهم يمتلكون دائما القدرة القانونية على تجنب الأمور والمسائل القانونية التي يعني تزيد من خسائرهم. لذلك هذا الأمر لا يمكن الجزم به، ولكن بالمجمل العام معظم أثرياء العالم يتجنبون أن يكون هناك شفافية كاملة في الإعلان أو الإفصاح عن ثرواتهم أو مصادرها. من لندن الخبير الاقتصادي صادق الركابي، شكرا جزيلا لك.